السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع التغذية في الأمهات، وقلت من ضمن الحاجات اللي ممكن نستخدمها في تغذية الأمهات قلنا بنعتمد على المواد المالئة كتير. دلوقتي أنا في مزرعة أخويا وصديقي أحمد سالم، طبعا ده اللي احنا شايفينه قدامك ده عرش بصل، اتكلمت عن عرش البصل في تغذية الأمهات. ده عرش بصل مكبوس بلات، مش سايب، يعني البالة ما شاء الله حوالي 40 كيلو، 35 كيلو. ده النهاردة يعتبر فيديو بتاعنا عملي عن التغذية على قشر البصل، عرش البصل. زي ما انت شايف اهو، انا وريك طريقة كمان عملية ازاي الغنم بتاكل فيه. دي ما شاء الله غنم رحماني بتاعت اخونا احمد سالم اهو، بص ما شاء الله الغنم بتدخل عليه ازاي. ان شاء الله تكون الصورة واضحة من الشمس. وعلى فكرة دي مش اول مرة يحط لهم الصبح، دي تاني مرة، يعني انا حط لهم من حوالي نص ساعة ودلوقتي بيكمل لهم تاني لسه. طبعا اخونا احمد ما بيأكلش، يعني دي حليات كلها مش امهات، ما ولدتش قبل كده، كلها حليات لبان، ما ولدتش قبل كده. التغذية فقط لا غير عرش البصل وردة اللي هي النخال فقط لا غير. وزي ما انت شايف ما شاء الله الغنم داخلة عليهم كويس، بتاكل ما شاء الله 100%. وطبعا سعر الكيلو، طبعا سعر الكيلو 60 قرش فقط لا غير، يعني الطن ب600 جنيه، طن عرش البصل ده ب600 جنيه فقط لا غير. عشان تعرف لازم قلنا وبنعيد الكلام تاني، مشروع الامهات بيعتمد على المواد الملأ. طبعا اخونا احمد بيعلف عرش بصل وردة وبيرعى بيهم. طبعا هوريكم دلوقتي ان شاء الله بعد ما يخلصوا العرش البصل هيطلع بيهم في المراعي وكله مع بعض ان شاء الله في نفس الفيديو ده النهارده. بس هنقعد طبعا هنوقف الفيديو ربع ساعة كده ولا حاجة، نص ساعة لغاية ما يخلصوا عرش البصل، وبعد كده هنوريكم الغنم وهي برة في المرعى. دي الطريقة اللي بيها ما تصرفش على الامهات كتير، يعني دي لو حليات انت عاوزها بعد كده هتربيها هتخليها امهات، لازم ما تبقى اقل تكلفة معاك في اليوم. زي ما قلنا طبعا لازم تأكل بأقل تكلفة في الأمهات، يعني انت الأمهات ديت الحليات دي لو عاوز تنتخبها بعد كده أمهات لأنها تولد، فلازم تقعد معاك ما تصرفش بكميات كبيرة. أهم حاجة تحافظ على الصحة، يعني مش لازم تكون الحاجة معظمة خالص مسلسلة ولا تكون لحم عشان ما تليسش، بس تكون حاجة وسط تحافظ عليها أكل احتفاظي. طبعا من أهم مميزات عرش البصل إنك زي ما انت شايف ما شاء الله بياكلوا فيه بشهية، بيتاكل بصورة حاف بدون أي أعلى، غير التبن الأبيض تبن القمح أو تبن الشعير أو في بعض الأتبان تانية كمان ما بتتاكلش بصورة منفردة. شوف ما شاء الله الغنم بتاكل فيه بصورة منفردة وبشهية كويسة، وسعر رخيص، مادة ملقة رخيصة، والغنم بتقبل عليها وبتاكل فيها كويس. وبعد شوية إن شاء الله هنطلع مع بعض برة ونشوف المرعى، هتطلع الغنم ترعى بإذن الله. دي كده الغنم طالعين بيها على المرعى، طبعا هم لسه ما خلصوش العرش، بس عادي لما يجوا من المرعى يخلصوا براحتهم. يلا اطلعي، طارت ما شاء الله هناك اهي، بس لسه هنوصل لها دلوقتي ان شاء الله، لما نوصله هنشغل الفيديو مع بعضين ان شاء الله، ان شاء الله تكون واضحه كده. يلا ثانيه واحده.
طبعا الخضرة حوالينا هنا في كل مكان، بس لسه ما وصلناش للغنم. يا غنم عارفة سكتها، بس لما بتطلع بتحب تجري شوية. طبعا دي كلها مرعى زي ما انت شايف، دي كلها مرعى، بس هي الغنم لما بتطلع بتحب تجري شوية. هنا رايحين وراها. لو عاوز اشتري حاجة هحط لكم كاميرا احمد ان شاء الله فيديو، ارفع الكاميرا هنا صار معاك انا كده. اللي حابب يشتري منهم حاجة طبعا اخونا احمد بيبيع فيهم. دول 60 صح احمد ولا اقل؟ دول كده اللي فيها يعني في متباع منهم جزء بس، هم حوالي 55. حوالي 55 وليا رحمتك. صور احمد، صور احمد. دول اللي حابب يشتري حط رقم احمد سالم الوصف بتاع الفيديو. اللي حابب يتواصل مع احمد يتصل عليه. في حاجات منهم على وش ضروبه خلاص يعني اتعشر، وفي حاجات تاني لسه تاخد لها حوالي شهر ولا اتنين عشان تعشر. يعني في حاجات معاك زي دي كده ما شاء الله، دي من ضمن الحاجات ما شاء الله، حاجة نظيفة بس حاجة ما شاء الله، شاسيه كويس، ظهر كمان باين السن كده، ممكن تكون كسرت جزء دي كسرت؟ ممكن يعني ممكن دي لا لسه ما كسرتش، لسه لبانة لسه بس يعني ما شاء الله حاجة شاسيه وحجم ما شاء الله حاجة كويسة، والطرف خفيف كمان اللي هي بتاعتها. لما تيجي طبعا من ضمن مواصفات الرحماني، لو انت عاوز تجيب حاجة رحماني ما تشتريش حاجة طرفها مدلدل، يعني شوف طرفها فوق الركبة، يعني ما تكونش طرفها مدلدل زي كده، طرفها كبير كده ما تكبر ما تدلدل، لا تنقي حاجة. دول طبعا اعمارهم حوالي 5 شهور لحد 10-11 شهر. الخمس شهور حاجة بسيطة. فيهم حاجات يعني 5-6 شهور، الكبار يعني يخش في 10 شهور 11 شهر، يعني تخش تعشر على طول. بس انا ما شاء الله ربنا يبارك يعني ما شاء الله. بس احنا كم دقيقة عندك البيت بس كده. طبعا ما تنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.